السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع مع عدد آخر من برنامج لقاء خاص. لقاء اليوم مع ضيف ثقيل، مع واحد من أكثر المدربين تأثيرا في كرة القدم الوطنية طيلة السنوات القليلة الماضية، المدرب المتوج رفقة رجاء بلقب البطولة الوطنية بعد غياب عن منصات التتويج المحلية لما يقارب 7 سنوات، جمال أسلم يحل ضيفا على قناة رياضية. أولا من خلالكم جمال نقول لك مرحبا بك ورمضان مبارك كريم على المغاربة كاملين، الله يدخلوا عليهم وعليك بدوام الصحة والعافية والرزق وباش ما تمنيتي إن شاء الله. شكرا سي سفيان، رمضان مبارك وتقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة، ورمضان مبارك على جميع المتتبعين جميع المغاربة، نتمنى لهم الخير إن شاء الله بمناسبة هذا الشهر الكريم. لقاء في هذه الأجواء الروحانية، لقاء في شهر فضيل، لقاء اليوم مع جمال السلامي. ربما قبل ما نبداو نسولك واش موجود الإجابة على كل أسئلة، كيف ما كانت درجة ديال الإحراج ديالها كيف ما كانت، لأنه اليوم اللي كيخاطبك ماشي سفيان بل جمهور نادي الرجاء الرياضي. مرحبا، أنا متواجد هنايا باش نجاوب على جميع الأسئلة. كما سبق لي أنني جاوبت على أسئلة في ضمن حلقات مصغرة، لا مع المسيرين، لا مع واحد المجموعة ديال المنخرطين، ولا كذلك مع ممثلين ديال الفصائل لي زولترا، ولا مع اللاعبين. احنا هنايا باش نوضحوا مجموعة ديال الأمور باش الجميع يعرف شنو كيفاش اشتغلنا، كيفاش دازت هذه الفترة هذه، والحصيلة اللي وصل لها الفريق، ونتمناو الخير إن شاء الله من بعد. أكيد الماتش ديالنا ما فيش أشواط، لا بين شوطين لا شوط اضافي، غادي يمشيو ماتش كامل ما كاينش الماء ما كاين والو. جمال، ربما سؤال تقليدي سؤال طبيعي جدا، ما هو تقييمكم لمسار ربما يقارب سنه ونصف كمشرف اول على الاداره التقنيه لواحد من الاكثر النوادي ومن النوادي المرجعيه في كره القدم الوطني الافريقي اللي هو نادي الرجاء الرياضي لكره القدم؟ اولا تنبغي نشكر الناس اللي ساهموا معايا في انجاح التجربه، لان نجاح التجربه فهو مقتسم بين مجموعه ديال المكونات ديال النادي، لا سي جواد الزيات ومن بعد منه سي رشيد الاندلسي كرئيسين النادي، لا المكتب المسير، لا سي يوسف السفري اللي كان مساعد معايا، لا سي محمد بكاري اللي بدا هذا الموسم، لا كذلك سي احمد العينين، سي هشام ابو شروان، سي جواد صبري، ولا الطاقم الطبي ديال النادي، ولا اللاعبين اللي كانوا متواجدين. ثم ما نساوش المساهمه ديال الجمهور في واحد الفتره اللي كان متواجد فيها. اكيد بالنسبه لي تجربه مهمه جدا في مسار ديالي وناجحه بجميع المقاييس في ظروف استثنائيه وفي ظروف خاصه اللي عاشها النادي في هذه الفتره هذه، وبالتالي بالنسبه لي ما يمكن لي الا انني نعد هذه التجربه من افضل التجارب اللي اخذتها لحد الان، لا في مجال التكوين ديالها، لا في مجال الضغط اللي عشناه، لا في مجال النتائج اللي حصلنا عليها، لا في مجال اعاده الفريق للسابق العهد ديالو والتتويج لقب البطوله الوطنيه اللي كان على مفارقه مجموعة ديال المجالات اللي ممكن تحدثوا عليها من بعد ان شاء الله. اكيد غادي نمشيو خطوه بخطوه بتدرج في هذا الحوار ضمن برنامج لقاء خاص. تحدثتي على نجاح التجربه، شكرتي كل الاطراف المتداخله في اللعبه اللي اكدتي على الفضل ديالها فيما تحقق. كنعرفوا القيمه المضافه ديالكم كمدرب، لكن اي مدرب في العالم ما يمكنلوش ينجح بوحده، يعني كينجح رفقه الطاقم، رفقه الجهاز الاداري، رفقه الجهاز الفني. لكن غنبداو الحلقه الاخيره، شنو اللي خلى جمال على انه يغادر الرجاء في الظرفيه هذه؟ الفريق كيف ما قلنا 7 سنوات متوج بلقب البطوله الوطنيه، توج باللقب، وصلتي لدور نصف نهائي لدوري ابطال افريقيا بعد ربما ما يقارب عقد ونصف من الغياب على الادوار النهائيه لدوري ابطال افريقيا، الوصول الى نهائي كاس جلاله الملك محمد السادس نصره الله لكره القدم. كنعرفوا الرمزيه ديال الحدث. قبل منها جمال غادر فجاه نادي رجاء، علاش؟ اولا لكل بدايه نهايه، واهم شيء تعلمناه هو ان النهايه لازم تكون مزيانه، ما تكونش تكون في ظروف افضل. الحمد لله خرجت في ظروف مريحه بالنسبه لي، خاصه انني خليت الفريق في واحد المستوى
اللي ما يمكن الا ان جميع الرجويين يتشرفوا به. خروج ديالي كان خاصه لمصلحه الفريق، لان اصبحت مقصود من مجموعه ديال الجهات مباشره، الشخص ديالي اصبح مقصود، وبالتالي باش نزيل الضغط على جميع مكونات النادي فانا فضلت انني نخرج باش الرجاء تستمر، لان في الفتره الاخيره ولا المقصود هو جمال السلامي والجميع تشغل بهذا الاستهداف ونسى الفريق ونسى انه يحمي الفريق ونسى انه يدافع على الفريق، وبالتالي فضلت انني نخرج في هذيك الظروف، لان الفريق كان لازم انه يستعد التوازن ديالو، لازم ان كل مكون من مكونات النادي ياخذ المسؤوليه ديالو، لان اصبحت المسؤوليه كلها ملقات على جمال السلامي، وبالتالي اصبح مجموعه ديال المكونات تياخذوا هاد الحاله هذه وما تبادروش لاخذ المسؤوليه ديالهم، وبالتالي فضلت انني نخرج في توقيت مزيان، لان الفريق كان تحت المرتبة الثانية في البطولة الوطنية، خطا خطوة كبيرة نحو التأهل في كأس الكونفدرالية، مازال تينافس المباراة الأخيرة اللي كنت فيها ديال بيراميدز، مازال تينافس في كأس العرش ومؤهل للنهائي ديال كأس محمد السادس للأندية البطلة بالرمزية ديالها بالتشريف ديالها أنها تكون في المغرب، وهذو كلهم ما محطات اللي ما يمكن إلا أن أي رجوي يتشرف بهم. بالنسبة لي الاختيار كان مهم ديال وقت توقيت الخروج اللي في مصلحة الفريق، واختاريت ان نصبر مع الفريق حتى يلقاو مدرب، وعطيت مهله. هذه خطوه غادي نمشيو خطوه بخطوه جمال، يعني غنشوف غادي نحيدوا الفاس بجوجنا، غادي نحيدوا هذيك الدبلوماسيه وغادي ندخلوا التيران غادي نلعبوا فيه انا وياك في هذا الحوار. كنعرفوا على انه بزاف ديال المدربين وهذا الواقع اللي كنعيشوا في كره القدم الوطنيه، المباراه الاهم هي مباراة ديربي الوداد والرجاء. لو سولتي أي مدرب يقول لك أسيدي نخسر، ولا أي مناصر يقول لك أسيدي خسر لي اللقب ما تخسرش لي الماتش ديال الديربي. بعد الخسارة في الديربي هذاك السيل من المديح تحول لسيل من الانتقادات. ما الذي حصل أثناء قبل وبعد مباراة الديربي واللي خلى جمال على أنه يغادر، يعني باللغة اللي كنتسناوها كاملين، شنو اللي وقع اللي خلى ماتش واحد قلب الموازين كاملة وخلى جمال يغادر الفريق في هذه الظرفية؟ وماشي انا اللي اختاريت نغادر في هذيك الظرفيه، تنظن بان بالنسبه لي نديروا الديربي في المسار ديالو. ممكن تربح ديربي وتخسر بطوله، ممكن تعادل في الديربي في الذهب والاياب وتربح البطوله، ممكن تنهزم وتربح البطوله، وهذا الشيء عشناه في الحصيله ديال السنوات الكامله اللي تلعبت فيها البطوله، وبالتالي ماشي نتيجه ديال ثلاثه النقاط هي اللي تتغير المسار ديال الفريق. احنا بالنسبه لنا الديربي جا في واحد التوقيت صعيب، لان كنا لعبنا في زامبيا في نكانا، لعبنا في ارتفاع ديال 1300، رغم انه ماشي ارتفاع كبير ولكن مؤثر من جانب الفيزيولوجي، كاينين اللاعبين حتى راكم لاحظتوا ان الكره تتمشي بسرعه ملي تتعطات بالارض، وبالتالي تغيير المقاييس ديال اللعب في هذيك المباراه فهو اثر على اللاعبين الناحيه البدنيه. ثم كان عندنا 10 ديال السوايع ديال الرجوع ديال بالطائره، التعب ديالها، كاينين اللاعبين اللي تاثروا شفناهم في الاخير ديال المباراه انهم جاهم ديكروم بحال عبد الاله مذكور، سبول اللي عانى في الاخير ديال الماتش، وبالتالي كان هناك بالنسبه لي انا الديربي عنده خصوصيات ديالو. الديربي انا بالنسبه لي نحمي لاعب شاب طري يلاه جاي عنده مستقبل ديال 15 عام وما ندخلوش في مباراه ديال الديربي، على العكس انني ندخل لاعب اللي عنده تجربه بحال عمر بوطيب اللي هو مستعد ومهيئ للديربي ولعب ديربيات من قبل، ثم انه كاين في اللائحه ديال الناخب الوطني المحلي لعبت عبد الجلي جبيره، لانه لاعب عنده كان مهيئ وموجود، ثم انه لاعب اللي لعب ديربيات، ثم انني وظفت بدر بولهرود في وسط الملعب ونوح السعداوي كمهاجم، يعني اربعه تغييرات باش يعطيونا طراوه بدنيه. يعني انا سبقتيني سبقتي يا جمال، ربما السؤال اللي باغي نطرحه ولي كيطرحوا الجمهور، انت راك موجود في هذا الحوار كيف ما قلتي الاجابه على اي سؤال كيف ما كان طبيعي، يعني اي رجاوي كان كيتبع المباراه ديال الديربي السؤال اللي طرح في البدايه سي جمال فاش كيفكر كيف يعقل على انه لموسم اكملي وضع الثقه في سبول
لا مذكور موسم باكمل لا في واحد الفتره من الفترات ماشي لا ولكن كعناصر شابه نعم خاصنا نحددوا حتى التوقيت اكيد ولكن في المباراه ديال الديربي قالوا على انه كيفاش جا جمال في مباراه الديربي بالخصوصيه ديالها بالضغوطات النفسيه التي تتراكم والتي تترك تاثير على اغلب اللاعبين في مباراه الديربي وغير في التشكيل يعني كثرة ديال التغييرات من الحوايج اللي الجمهور كيتسائل على جمال كل مره غير في التشكيل نعم غير ربعه اللعب غير جوج اللعابه في الاظهره لان ما عندهمش التجربه ديال الديربي لانهم تعبوا في المباراه ديال نكانا لان المباراه ديال نكانا خلفات واحد المجهود كبير لان لعبنا مع فريق في المستوى وقلت لك كاين تاثير ديال الارتفاع اللي لعبنا فيه وهاد اللاعبين ما عندهمش كابيتال ما عندهمش مباريات قبل لعبوهم بهاد المقاييس باش يقدروا الجسم ديالهم يتفاعل ويتعامل مع هاد المعطيات وبالتالي فضلت انني ما نلعبهمش لانهم لاعبين مازال عندهم مستقبل ثم لعبتهم من بعد لانهم كانوا جاهزين بدنيا وبالتالي هاد اللاعبين بالنسبه لي عندهم مستقبل ما يمكنش نغامر بهم في توقيت بحال هذا وفي ظروف بحال هذه اليوم ما جاهزينش لها بالتالي لعبت بوطيب وعبد الجليل جبيره تنظن بان بوطيب ما كانش خايب وعبد الجليل جبيره دار مباراه في المستوى ودخلت بدر بولهرود باش يعطينا اضافه في وسط الملعب لان العمر العرجون والوردي تعبوا في مباراه ديال نكانا كان خصني ندير لاعب باش يعطي توازن ثم نحس عداوي دخلته في الهجوم لان محسن متولي كان باقي ما موجودش ونحس عداوي من يدخل في نكانا فهو سجل وبالتالي من الناحيه المعنويه كان مهيئ وتكلمت انا قبل من المباراه ولكن الاهداف اللي تسجلوا علينا بجوج غيروا المعطيات الكل بقى تيتكلم ومن حقهم يتكلموا ولكن انا بالنسبه لي الاهداف اللي مسطره احنا غادي لها علاش؟ لان الموسم الماضي فاحنا كنا محتلين الرتبه 8 ومتخلفين على المقدمه بمجموعه ديال النقاط ثم رجعنا لان اي مدرب في التصور ديالو فعنده اولويات والاولويات تتبقى المنافسات القريبه اللي غات ممكن اقصائيه او تنتهي بسرعه اما المنافسه ديال البطوله فعندك الوقت في انك تستدرك يعني خاصه الا رجعوا اللاعبين للمستوى ديالهم يعني الاهداف اللي كنتي راسم مع المكتب المسير نادي الرجاء كنتي غادي في التحقيق ديالها كنتي ناجح لتحقيق الاهداف قبل ما يجي الانفصال بين جمال السلامي ومؤسسه نادي الرجاء الرياضي لكره القدم غادي نرجع واحد شويه واحد دقيقه ولا دقيقه ونص واحد المصطلح ديال الاستهداف هل كان جمال السلامي مستهدف من جهه ما شنو هي هذه الجهه علاش غيتستهدف جمال السلامي بالضبط هنا هذه الكلمه شويه خلات عندي واحد شويه حيت ملي تشوف التصريحات اللي كانوا تيخرجوا كلهم فيهم جمال السلام عزيز عليهم وبالتالي انا بالنسبه لي ملي حسيت بان بدا تيحصل واحد الخلل داخل المنظومه ديال الرجاء فانا فضلت انني نخرج علاش باش نزيل الضغط لان نهزمنا مباراه وحده هي مع الوداد ومن بعد المباراه قررت انني مع المكتب المسير قررت انني نغادر الفريق نظرا لانني نهار جيت المره الاولى انا كنت واضح وكنت صريح المره الاولى في الندوه ديال التقديم الندوه ديال التقديم فانا تكلمت مع الناس اللي كانوا حاضرين قلت لهم انا جيت باش الفريق يتغير باش نوصلوا الحاضر بالماضي يعني هذيك 7 سنين 15 عام 16 عام 13 عام ما تبقاش تذكر دابا اي رجاوي دابا تيقول العام اللي فات دينا البطوله العام اللي فات لعبنا نصف نهائي ديال عصبه الابطال احنا مأهلين نهائي ديال كاس محمد السادس الانديه البطله احنا تنافسوا على البطوله وبالتالي هذه هذا مسألة اللي طرحتها وتحققت الحمد لله ثم المسألة الأخرى اللي قلت هي أن نهار تبغيوني نمشي يقولوا لي نمشي فهمتيني وبالتالي أنا كنت غادي نمشي مع نهاية الموسم ولكن نظرا للمغادرة ديال الرئيس سي جواد الزيات وقع واحد الخلل في الفريق وقع واحد الهزه في الفريق وبالتالي كنت مطالب باش نبقى باش نحافظ على الاستقرار التقني في انتظار استقرار ديال التسيير والاداري باش نستمروا وبالتالي صبرت وضحيت باش نبقى غادي بتوازن الفريق الان اصبح واحد عاوتاني كاين واحد الضغط على الفريق انا فضلت انني نخرج باش الفريق يستمر
لان النتائج اللي كاينه فهي نتائج جد ايجابيه الناس كلهم تيقولوها والناس كلهم تيشهدوا بها. نعم. ولكن باش ما نشكلش ضغط على النادي فنفضل على انك نعم لان مورا المباراه الاخيره ديالي مع بيراميدز فالفريق انهز مع حسنيه اكادير. كون كنت انا مستمر من بعد المباراه ديال بيراميدز كون عاوتاني ناض ضجه اخرى، وبالتالي انا فضلت انني نخرج ونعطي الفريق واحد الهامش ديال الاستقرار. واخا يكونوا نتائج سلبيه فالجميع غيقول المدرب خصو وقت، المدرب كذا. نعم. نعم. وانا ما عنديش مشكل، اهم شيء فكرنا فيه هي مصلحه الرجاء. جمال، ربما نقسموا المرحله ديالكم كيف ما قلتي مع جوج ديال الرؤساء، البدايه مع جواد زياد. نعم. ومن بعد مع سي رشيد الاندلسي. الرجاء كمؤسسه من غير المقبول على انه الجمهور ولا الرجاوي على انه يشوف فرقته ماشي في البوديوم، يعني اقل حاجه ممكن يفرح بها الرجاوي هو انه يتوج بلقب محلي او لقب قاري. نعم. الرجاء في الاونه الاخيره تاكد على انه يعيش ازمه ماديه، الازمه الماديه مؤكد على انه كان عندها تاثير على التدبير الفني للفريق. الجمهور يطرح سؤال اخر، في وقت من الاوقات شفنا على انه هناك خصاص على مستوى مجموعه من المراكز. نعم. كانت خرجات ديالكم انتم كمدرب قلتي على انه كاين خصاص، واش كان الحاح من طرفكم على انه تكون انتدابات تتناسب وقيمة رجاء، أو أنه خضعتي التوجه العام ديال النادي وقلتي لهم يلا ماشي مشكل نكملوا باللي كاين ونقلبوا على الألقاب يجيو الرجاء من جديد؟ أول شيء أنا مدرب اللي جيت للرجاء باش نحقق مع الرجاء أهداف. نعم. باش نرجعوا الرجاء للقيمة ديالها السابقة، لأن نعم. الرجاء في سبعة ديال المواسم راه دوزات 10 ديال المدربين ودوزات اكثر من 70 لاعب، وهادو كاملين فهما كلفوا الفريق ميزانيه كبيره. فريق الا كان قبل سبع مواسم المديونيه ديالو صغيره فالان اصبحت المديونيه ديالو كبيره، وبالتالي هادشي كله مخلفات ديال الماضي. الفريق خصو يعرف كيفاش انه يخرج منهم، لان الا ما كنتش مقتنع على انه خص تكون انتدابات، ولا فضلتي على انه كنعرفوا على انه عندك الفضل في ظهور السبول مذكور زريده هبطي عدد من اللاعبين الشباب اللي مشنهم هذه مده فريق رجاء. نعم. ولكن واش ما كتشوفش على انه نادي بحال رجاء اللي كيلعب على الالقاب؟ نعم. في وقت من الاوقات كان خصو لاعبين كيوازيوا في المستوى ديالهم المستوى ديال النادي من قيمه رجاء الرياضي. واش كانت مطالبه من طرفكم ولا كيف ما نقولوا ما نقولش خضعتي قبلتي بالامر الواقع وقلتي ماشي مشكل يلا ما كاينش انتدابات لعبوا باللي كاين؟ هذا هو السؤال. احنا طالبنا بانتدابات في انا قلت لك دابا الرجاء في سبع سنين جابت اكثر من 70 لاعب. نعم. انا دوزت ثلاثه لي ميركاتو، يعني ثلاثه لي ميركاتو، ولا كنا غنديروا بحال الاخرين شحال خصنا نجيبوا؟ خصنا نجيبوا 30. نعم. هذا هو الحساب. في الميركاتو الاول كان عندنا خصص في بعض المراكز، طلبنا تعزيز هذوك المراكز، كاين لاعبين اللي تتفاوضنا معاهم وكل شيء ومن بعد غيروا الوجهه. غيروا الوجهه ما لقاوش هذاك الشيء اللي بغاو ولا انا بالنسبه لي كتقني انا كنت حاضر مثلا مع زكريا حدراف اخر اتصال معاه، حنا كنا في شبيبه القبيل على انه غادي يمضي في الرجاء الصباح، غيمضي في الرجاء الصباح غير الوجهه ديالو. بالتالي قعدنا خيار واحد هو محمد مكازي اللي جبناه من تطوان، سيرنا البطوله دينا البطوله وصلنا للنصف النهائي ديال عصبه الابطال، تاهلنا كنا لاعبين النصف النهائي ديال كاس محمد السادس الانديه البطاله، ومن بعد بدا الموسم الثاني غاد الرئيس، وبالتالي كنا حاجه اننا ننتدبوا لاعبين. جاء مروان الهدهودي انتقال حر، جاء نوح السعداوي انتقال حر. كتركز لي على الانتقال الحر جمال، واش الانتقال الحر واش اللاعبين اللي وجدتهم في السوق ولا السيوله الماديه لم تكن كافيه لانتداب اللاعبين اللي كنتي كتمنى انت؟ هادو جوج اللاعبين اللي لاعبين جيدين اللي كانوا مميزين في البطوله. نعم. الوطنيه، ولكن علاش تنقول انتقال حر؟ لان ما كلفوا النادي والو. نعم. يعني الا شفنا المديونيه وشفنا قيمه الانتقالات اللي كانت قبل ما نجي انا فكانت انتقالات بارقام خياليه، وبالتالي ملي غادي نتكلموا على مذكور غنتكلموا على السبول غنتكلموا على سكحال غنتكلموا على زريده غنتكلموا على الهبطي غنتكلموا على سميله بدر بو الهرود اللي جاوا مؤخرا، فهادو
قيمه مضافه للفريق، ولكن ما كلفوش النادي كثير، ما كلفوش النادي. بضربوا الهروج حتى هو في انتقال حر، وسميلة كلف 50,000 دولار في الانتقال ديالو، وبالتالي الوقت اللي كنت انا استقطبنا خمسه اللعابه باربعه الوكلاء مختلفين، ماشي خمسه اللعابه جابهم واحد، ماشي 10 جابهم واحد. انت كتدخل معايا دابا في السياسه سي جمال، علاش ركزتي على وكلاء اللاعبين مره اخرى؟ الامور خاصها توضح. وكلاء اللاعبين لانه كتطرح تساؤل، واش وكلاء اللاعبين واش عندهم تاثير في الاداره الفنيه، واش عندهم دخل في الانتدابات؟ طبيعه الحال يعني خمسه اللاعبين جابهم اربعه الوكلاء مختلفين، وبالتالي هذه مساله واضحه. المساله الاخرى اللي كاينه هو ان طالبت بتعزيز الفريق في مراكز خاصه نظرا للمعطيات اللي عندنا على الفريق وعلى اللاعبين من الموسم الماضي، وبالتالي التصور ديالنا كان واضح. ولكن في عز الازمه وفي رحيل الرئيس السي جواد الزيات ثم مجيء السي رشيد الاندلسي في الفتره الاخيره، في الظروف اللي تعيشها الفريق انا كنت نواجه الناس تنقول لهم ما غيكونوش انتدابات نرحل، تقولوا لي لا ولكن ضغط. انا تنضغط، ولكن الا ما كانوش انتدابات في داكشي اللي بغينا اشنو البديل؟ نرحل. دابا انا مشيت والرجاء نتمنى له المستقبل، لان على الاقل خلينا الخلف، خلينا فريق متوازن، والحمد لله هذه تجارب ديال جمال السلامي في جميع الانديه. نعم. ما عمر الفريق مني تنرحل منه ما تيكون عنده مشكل، تيكون عنده استقرار وتيقدر انه يدي القاب ويحقق نتائج، وبالتالي فريق الرجاء لا خوف عليه. حنا مرينا من واحد الفتره صعبه، لان تيتكلموا بزاف الناس على تدوير اللاعبين، اش غتجي ليه؟ هادشي جاي، انت غادي معايا بواحد مرحبا اخويا جمال. مرحبا. غادي نمشي معاك، غادي نحاول نمشي معاك، نحاول نجري معاك في مرحبا الايقاع ديال هاد الانترفيو. نعطي واحد ليكزومبل اسي جمال. مرحبا. لانه الجمهور باش نبسطوا الامور للناس اللي كيشوفوه. واضح. يعني لنفترض لنفترض على انه وكيل اعمال مثلا بحال رايولا. نعم. رايولا كنعرفوا عليه من اكبر وكلاء اللاعبين حاليا في كره القدم الاوروبيه والعالميه. نعم. عنده سيدي هو المسؤول على كريستيانو، على ميسي، على هالاند، وعلى بوسكيتس مثلا. نعم. واش المدرب يقول لا رايولا عنده اربعه وعندي الامكانيه نجيبهم باربعه، نقول له هادو ديال رايولا باربعه ما نجيبهمش؟ هذا السؤال الاولاني. ثاني حاجه، واش الدور ديال المدير الرياضي؟ كنعرفوا على انه الرجاء فتره طويله ماشي قصيره، ما كاينش مدير رياضي وما كاينش مدير تقني. كنعرفوا على انه المدير الرياضي كيجي عنده المدرب كيعطيه لي بروفيل، كيقول له فوالا بغيت هذا لو بروفيل، هذا بغيت هذا مزيان في لا ديتونت، افيكاس قدام الشبكه، كيلعب مزيان جو تيت، هذا هو كيمشي يقلب على لي بروفيل كيعطيهم المدرب. كيفاش كدوز هذه لوبيراسيون مثلا في الرجاء سي جمال؟ وهادو جوج ديال الاسئله. بالنسبه للاعبين المميزين، ف من اللعبه اللي طرحوا عليا هما هادو اللي كاينين، حتى شي واحد ما طرح عليا شي لاعب. يعني الا طرحوا شي اسماء ورفضتهم. نعم. نظرا لان عندهم جهه مراهم، كل وضوح طرحوا الاسماء. نعم. وبالتالي احنا التواجد ديالنا في فريق الرجاء كنا تنطمحوا لان الفريق تحسن في المردود ديالو، وان الفريق يزيد يقوي المجموعه ديالو، وبالتالي كنا تنبحثوا على اسماء للدعم في بعض المراكز. بالنسبه للمساله ديال المدير الاداري، فهذه طبيعه الحال مهمه جدا في اي نادي، باش تكون الاختصاص مدير رياضي. نعم. مدير رياضي، وباش تكون الاختصاص، باش تكون احترام الاختصاص، وباش تكون احترام الفلسفه والهويه ديال النادي والتاريخ ديال النادي. يعني المدير الرياضي تختار على حساب شروط، على حساب معايير، أكيد. على حساب تكوين، باش يكون عنده واحد النظره للتاريخ ديال النادي والمستقبل ديال النادي والطموح ديال النادي والتحولات اللي تتعرفهم كره القدم العالميه. نعم. باش يساير الطموح ديال المحبين وديال الجماهير ديال النادي. الا درنا الاسقاط على الرجاء سي جمال، الرجاء ما كاينش دابا مدير اداري، ما كاينش مدير اداري، وبالتالي كاين فراغ في هذه الناحيه هذه، لان عدم تواجد مدير اداري مدير رياضي مدير رياضي اللي تيتحمل هذه المسؤوليه. واش تيتقلق منها السي طنطاوي السي جمال ولا لا؟ لا لا لا، السي رضوان الله يعمرها دار ورجاوي وتدافع على الرجاء وفاش نقاش، وما يمكنش يتعوض. اكيد. بالنسبه لهذه المساله هذه فهي لازم تكون، لان تدخل في الهيكله ديال النادي، لان ما تنتكلموا على
تنطرح تنجيبوا اسامي كبيره في واحد الظرف اللي ماشي واقعي. نعم. انا تكلمت مع الناس ديال الممثلين ديال لي زولترا. كيمرى الحلم حاجه والواقع حاجه مثلا، فهمتي؟ تكلمنا ثلاثه السوايع حنا تنتكلموا وخرجوا مقتنعين. يعني كيفاش من بعد منا غادي يوقع بحال هذاك الشيء؟ فهمتي؟ هادو هما الحوايج اللي ما تتفهمهمش، لان ما كاينش اي لوجيك، ما كاينش شي حاجه اللي تتخليك انك تفهم شنو مورا هذاك الشيء. نعم. وعلاش دار هذاك الشيء. ولكن في هذا الشيء كامل مصلحه الراجل تتقتضي ان هذا الشيء اللي دار هو اللي كان خصو يدار، وشكرا. جمال، ربما المباراه اللي قبل مباراه الديربي اللي خلت الرجاء يخسر واحد من اكبر الرهانات ديالو، واحد من اكبر التحديات ديالو في هذا الموسم. الرجاء خلقت من اجل ان تلعب على لقب دوري ابطال افريقيا، لكن بين قوسين انت درتي اونتر بارونتيز، نشوف الواقع. نعم. مباراة تونغات، على الورق كان الرجاء مرشح قوي لتجاوز تونغات ومواصلة المسير في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. جا ذاك الماتش ديال تونغات في المركب الرياضي محمد الخامس، هذيك الظروف المناخية شفنا ليطا ديال التيران. السلامي بين قوسين، السلامي هو اللي عزل باش هذاك النار حيت كانت غطي الشتاء. هادشي كتقول انت اخويا، هادشي كتقولو انت، ما كنقولوش انا. جمال، لما شفتي على انه صعيب تلعب الكرة القدم، كنعرفوا الرجاء والاتاك بلاسي. نعم. كتلعب الكرة. نعم. في هذاك التيران كان صعيب على انه الرجاء تلعب اللعب ديالها. نعم. مباراة حاسمة. نعم. واش دخلتي انت وقلتي لهم واش ممكن ما نلعبوش هذا الماتش هذا؟ نعم. شنو هو كيفاش كانت وجهة النظر ديالك؟ واش كان عند الكلمة ديالك مسموعة؟ علاش تلعب هذاك الماتش وخلينا نشوفوا الرجاء تخرج بهذاك الشكل اللي ما كان كيتمناه حتى شي واحد يدير كرة القدم؟ أنا بالنسبة لي في هذيك المباراة فاش بدينا ليشوفمون سولت، قالوا لي راه كاين الشتاء ولكن الملعب راه مزيان. نعم. ملي بدينا المباراة كانت الكرة تتمشي، من بعد الكرة ولات صعيبة باش نلعب. نعم. وبالتالي هذاك دور ديال الإداري وديال المسيرين، لأنهم كانوا حاضرين في الملعب. أنا في بين الشوطين تكلمت مع اللاعبين، وأنا مشيت هضرت في هذه المسألة. أنا ما تكلمتش على طريقة اللعب ولا على النتيجة ولا على الأداء ديال الفريق. أنا كنت نتكلم على سلامة اللاعبين. نعم. لأن كانوا اللاعبين كان ممكن يتكسر فيهم شي واحد، ولكن هذاك الشيء ماشي أنا اللي تندخل فيه، هذاك الشيء تيدخلوا فيه الناس الإداريين والناس المسؤولين. الناس المسؤولين مشاو عند المندوب وتكلموا معاه وطالبوه باش أنه يتوقف المباراة وما بغاش. وبين الشوطين أنا تكلمت، جا عندي أنس زنيتي وقال لي سي جمال راه الكرة ما تتمشيش، خاص الماتش يتوقف. قلت ليه أنا بصفتي كمدرب، قلت ليه حنا خصنا نركزوا على المباراة. نعم. ركزوا على المباراة، لأن بالنسبة لي أنا أهم شيء كان خصنا نبقوا مركزين على المباراة، لأن ممكن توقف ممكن ما توقفش. ولكن أنا اللاعبين خصهم يبقوا مركزين على المباراة. قلت ليه حنا خصنا نبقوا مركزين على المباراة وحنا قادرين ننتصروا. هذا هو اهم ميساج عطيت اللاعبين. المسؤولين داروا اللي عليهم، الحكم ما بغاش يوقف المباراه، وبالتالي المباراه تلعبات. انهزمنا بضربه الجزاء. من وصلنا لضربه الجزاء، لان لعبنا قبل من هذيك المباراه، لعبنا مباراه ديال الكاس ديال وداد فاس. نعم. وتدربنا على ضربه الجزاء، ثم جينا لطونغيت وتدربنا على ضربه الجزاء. نعم. واللاعبين اللي كانوا غينفذوا تلقائيا، لان كانوا باينين. فمني بركنا في البونتوش قلت للاعبين شكون اللي موجود باش يضرب بينالتي؟ قال لي عبد الرحيم شاكر، قال لي سي جمال راهم باينين، اللي ماركين ديما في الحصص راهم واضحين، محسن، نوح، الياس حداد، الوردي وسفيان الرحيمي، وتزاد عليهم زكريا وردي. نعم. قال لي انا نضرب. راه في هذيك المباراه حنا ضيعنا، ولكن راه في الكونفدراليه سجلنا، فهمتي؟ يعني من تتوصل ضربه الجزاء ما تيبقى تيولي مساله ديال الحظ، لانه ولكن نعم. المباراه اللي خدنا، انا المسؤوليه اللي عليا هي انني جهزت اللاعبين ووضحت اللاعبين وخليتهم في التركيز ديالهم، وجاونا فرص كان ممكن ماركيو. خرجنا من عصبه الابطال، قبل منا راه وصلنا النصف النهائي ديال عصبة الأبطال. نعم. اللي الفريق ما وصلش ليه مدة طويلة، وبالتالي فريق تيلعب عصبة الأبطال، حنا كنا مطالبين باش ندوزو. نعم. لدور المجموعات،
ولكن هذيك المباراة ما عندناش فيها دخل لا من ناحية التقنية لا من ناحية التدبير ديالها. والدليل القاطع لهذيك هو الإياب ديال الإسماعيلي. الإياب ديال الإسماعيلي مباشرة مورا هذيك الأسبوع، لأن الإياب ديال الإسماعيلي انتصرنا فيه 3-0. علاش؟ لأن دبرنا المباراة بشكل جيد. لأن كنت غايب على هذيك المباراة وكان هشام في كنت غايب على الكرسي، ولكن كنت حاضر هيئة المباراة بجميع التفاصيل ديالها، وكنت حاضر معهم بالهاتف، وأنا اللي درت التغييرات اللي كان مبرمجة من قبل. وبالتالي التدبير ديال هذيك المباراة كان جيد، لأن كنا منهزمين بواحد صفر في مصر. نعم. وبالتالي كان خصنا الشوط الأول ندبروا باش ما نتلقاوش هدف، لأننا ما تلقيناش هدف في الشوط الأول، ممكن أننا نسجلوا. والحمد لله التغييرات اللي درنا فهي عطات المفعول ديالها، سجلنا. حتى واحد ما هضر على المجهود اللي تبذل من طرف المكتب لتأهيل بين مالونغو في هذيك المباراة. اللاعب اللي سجل لنا هدف مهم حاسم. وبالتالي كل شيء تكلم على المباراة ديال تونغيت لأن كان فيها الإقصاء، وما تكلم حتى واحد على الدور اللي داروا طبيب الفريق والمسؤولين تأهيل بين مالونغو. بين مالونغو ما تأهل حتى لآخر أنفاس دخول الفريق الملعب. نعم. وبالتالي ما نبخسوش الناس الحق ديالهم. إلا كان التأثير ديالهم ما كانش كبير في تونغيت، راه كان كبير في المباراة ديال الإسماعيل. جمال سلمي، من الأسئلة التي تطرح، كنعرفوا على أنه كرة القدم الحديثة كتستمد المشروعية ديالها من جاهزية اللاعب بدنيا، نعم، تقنيا، تكتيكيا، وذهنيا. نعم. يعني الجهاز الفني واجتماعيا نهضروا على جوانب أخرى أكيد. بدنيا فترة من الفترات الكل أشاد بالرجاء بما فيهم هذا السيد اللي قدامك، لأنه الرجاء بعد فترة ديال التوقف اللي فرضتها الحجر الصحي بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، الرجاء من بعد الكونفينمون كان في قمة الجاهزية ديالو بدنيا تقنيا تكتيكيا، كان فريق متوازن. لكن في الآونة الأخيرة واش ما كتشوفش على أنه كان تأثر بدني كبير وخلى التبعات ديالو على المجموعة ككل؟ الجانب البدني واش كنتي راضي عليه انت؟ اولا مني بدينا التحضير الفترة الثانية من بعد توقف ديال كورونا، كان هناك تدوير ديال اللاعبين. رجعت للتدويرات. ايوا باش لان الناس تنساو، يعني قمنا بتدوير اللاعبين. نعم. والجميع اشاد بهذيك العملية لان اعطات ايقاع اللاعبين وخلاتنا اننا نتفادوا الاصابات ديال اللاعبين، وحققنا بها نتائج لان لعبنا 15 مباراة من بعد هذاك التوقف. نعم. لان ما ديناش البطولة بنقطة ديال جديدة لعبناها اول مباراة. نعم. ومن بعد لعبنا 14 مباراة، يعني. نعم. 14 مباراة كان فيها التهيئ، كانت فيها الجدية، كان فيها تدوير اللاعبين، كانوا فيها انخراط اللاعبين في تحقيق الهدف اللي هو كان هو البطولة، حققنا الهدف ديال البطولة. خلفت لنا إصابات ديال اللاعبين في الأخر. أنا تصاب لنا سند الورفلي، تصاب لنا عبد الجليل جبيرة، الحمد لله أننا كانوا عندنا لاعبين، تصاب لنا عبد الرحيم شاكير، تصاب لنا أبو طيب، لقينا لاعبين شبان اللي عطيناهم فرص من قبل، ثم هما اللي ساعدوا الفريق في هذيك الظرف باش حققنا البطولة، حققنا البطولة. آونة الأخيرة، الفريق ما توقفش على التباري لمدة طويلة، تراكم مباريات كثيرة، وبالتالي كان لازم أننا نقطعوا بين الموسم الماضي وهذا الموسم. عطينا الفريق فترة ديال التوقف فاش كانت الشان. نعم. بين مالونغو رحل لأن كان عنده ظروف خاصة، كان عنده عقد القيران ديالو، الزواج ديالو، عطيناه. نعم. التوقيت ديالو باش مشى. فابريس نجوما كان عنده ولدو كان غادي يدير عملية، وعطيناه وقت فاش مشى. مشاو لينا خمسة اللاعبين مع المنتخب المحلي، وبالتالي البرمجة اللي بدات مورا الشان كانت عندنا 8 المباريات في 25 يوم. اي واحد بغى يتكلم خصو معطيات علميه، ما كاينش في العلم 8 المباريات في 25 يوم لحد الان. وبالتالي اش من معطيات عندك باش تناقش تدوير اللاعبين، باش تناقش الجاهزيه ديال اللاعبين؟ ما كاينش. وبالتالي خصنا معطيات باش نقارنوا بهم. هذا الشيء اللي وقع، وبالتالي تلعب 8 المباريات 25 يوم
راه شيء لا يمكن بالنسبه للمقومات ديال اللاعبين، لان عندنا جاوا لاعبين منهكين من 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 الشان، عندنا لاعبين اللي جاوا مؤخرين للتحضير، وبالتالي كان خصنا نسايروا هاد ثمانيه المباريات، وكانوا عندنا جوج المباريات اقصائيه ماشي مباريات ديال البطوله. كان عندنا المونستيري وغنلعبوا مع فريق اللي في قمه ديال التنافسيه ديالنا، وبالتالي كان خصنا نريحوا لاعبين ندوروا لاعبين، لان عندنا مؤشرات، لان عبد الاله حافظي عندنا مؤشرات ديالو تنعرفوه امتى تيولي بريديسبوزي لا بليسيور، تيخصنا نبركوه. كاين عندنا لاعبين اللي عندنا مؤشرات ديال الجاهزيه ديالهم تنعرفوهم امتى بداو تيعياو باش نبركوهم تنريحوهم، وبالتالي اللي وقع لنا هو الاصابه ديال محسن متولي اللي ما لعبش معنا هذوك ثمانيه المباريات، صاب اصابه صعيبه في الضلوع ديالو وتخلف على هذه المباريات، اثرت علينا لان ما كانش عندنا بديل في هذاك المركز. اسمح لي سي جمال غنمشي معك في التوجه ديالك. الرجاء لما كيغيب عبد الاله حفيظي كنعرفوا لانه الرجاء صح لي لانه ما فهمش الكره احسن منه. نعم. كاين بزاف ديال الخيارات على مستوى لاعبي الارتكاز، يعني اللاعبين اللي عندهم هذيك النزعه الدفاعيه في خط الوسط. نعم. عندك بزاف ديال اللعابه في المقابل لبحثنا على الخيارات اللي كتعطي طابع هجومي، اللاعبين اللي كيلعبوا وراء المهاجم صانعي الالعاب. نعم. كيقتصر الامر فقط على عبد الاله حفيظي محسن متولي، لا غاب عبد الاله حفيظي ما كنشوفش على ان الكره تنغيروا لان ما تغيروا السيستم دو جو، يعني هذا الخصاص هو اللي كيفرض عليك تغير. لا لان عبد الاله حفيظي لاعب مميز، والطريقه اللي تيلعب بها والتحرك ديالو فهو تيعطي اضافه من الناحيه الهجوميه. نعم. وبالتالي التواجد ديالو اسمح لي والتواجد ديال محسن متولي تيعطونا جوج ديال اللاعبين اللي تيبنيو اللعب، ملي تيغيب واحد وتيكون واحد فحنا تنغيروا من 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 من, من من اللاعبين اللي كاينين في الوسط باش يكون عندنا توازن من الناحيه الدفاعيه والهجوميه، ويكونوا عندنا لاعبين اللي يقدروا يعطيونا اضافه من الناحيه الهجوميه، وبالتالي غياب ديال عبد الاله حافظي تاثر على الفريق من الناحيه الفنيه، ولكن ملي تيكون محسن متولي في قمه الجاهزيه ديالو فهو تيكون عندنا واحد التعويض في هذيك الناحيه هذه، ولكن ملي تيغيبوا بجوج فتكونوا متاثرين، وبالتالي تنوليو تنعتمدوا على صعود الاظهره، تنعتمدوا على الكره الثابته، ولكن من اللاعبين كلهم كانت جات واحد الفتره ديال تراكم مباريات. نعم. فكنا مضطرين اننا نقوم بعمليه التدوير رغم اننا فقدنا بعض النقاط في بعض. نعم. المباريات بالنسبه لي انا المباراه الوحيده اللي فقدنا فيها النقاط هي برشيد في الدار البيضاء، لان لعبنا مباريات جوج خارج الملعب وتعادل خارج الملعب فهو عادي، ولكن هذيك المباراه ضيعنا فيها نقاط، من بعد منها بدينا تنسترجعوا اللاعبين، وهذا شيء مهم لان ممكن تضيع نقاط، ولكن تكون عندك اللاعبين في الجاهزيه ديالك ممكن تعطيك اضافه وانك تريكوبيري لي بوان في الشامبيونه من بعد. جمال يعني كنعرف عليك الصدق والامانه في تقريب الصوره للمشاهد المحب لنادي الرجاء، لانه اليوم ممكن كتهيئ الارضيه ايضا للمدرب الجديد اللي غادي نتحدثوا عليه. الله يسلمك. كتهيئ لي ارضيه للاشتغال باش يواصل ربما المهمه ديالو مع نادي الرجاء لتحقيق مكتسبات الجمهور الرجاء الرياضي لكره القدم. جمال بكل صدق، واش ما حسيتيش في وقت من الاوقات على انه واحد الكلمه اللي كتكرر بزاف وسط جمهور ديال نادي الرجاء؟ تسيب. واش المستودع الملابس في وقت من الاوقات حسيتي على انه خرجت الامور من تحت السيطره؟ غنقول لك الظروف اللي كنا فيها مؤخرا. والوقائع حتى، ممكن تعطيني الظروف والوقائع اللي حتى؟ انا ما تنبغيش نقيس الاشخاص. نعم. فريق لاعبين، كلش فريق لاعبين تيبغيو واحد الفريق وجاو ليه باش يدافعوا عليه وباش يحققوا ليه داكشي اللي تيتمنى. نعم. وباش يحققوا حتى هما داكشي اللي تيتمنى، مدرب لاعبين كلشي، سبع سنوات هذا الفريق ما حقق لقب البطوله. نعم. ملي تيحققوا لقب البطوله شخصي دار ليهم واحد التكريم بسيط، واحد التكريم ثم مكافاه. نعم. هاد اللاعبين ما خداو حتى مكافاه وما كان حتى شي تكريم. هاد الفريق اللي جاو ليه علاش ربطتي التسيب لا بلاتي انا نجي لا وانا غنجي انا غنجي انا غنجي دابا انت سولتيني انا تنجاوب. تفضل اسيدي. هاد اللاعبين هاد الفريق 15 سنه موصل نصف نهائي ديال عصبه الابطال، وصفوا وصلوا نصف نهائي ديال عصبه الابطال، والجميع
تيشهد بان كان ممكن وصلوا النهائي لولا الظروف خاصه ديال كورونا ولولا الظروف ديال التحكيم اللي كانت في المباريات. لحد الان ولا مكافاه، وبالتالي غتدخل على موسم اخر، علاش غتلعب؟ غتلعب على البطوله، فراه هادشي راه تيحدث في نفس اللاعبين، واللاعبين راه عندهم دي زونكاجمون، اللاعبين راه عندهم ناس يتسناوهم، والناس اللاعبين عندهم عائلات ديالهم وعندهم طموحات ديالهم، وكل واحد فين عنده الكونترا امتى غتسالي، شنو فاش منخرط، كاين اللي عنده اعطي دي شيك، كاين، وبالتالي هادشي راه تيأثر على الانسان، راه كاين اللاعب وكاين الانسان، وبالتالي هادشي كله راه مؤثر. اللاعب ملي تيبدا يلعب عاوتاني تتسناه 30 مباراه على البطوله، هو ما خداش حتى الاستحقاقات ديالو ديال داك، واش تيأثرت ولا ما تيأثرش؟ انت سيد العارفين اخويا تيأثر، وبالتالي ملي اللاعب تيجي تيقول لك وانا دابا تنلعب هاد البطوله وتربح، واحد اخر تياخذ الفلوس، وانا الفلوس ديال عصبه الابطال ديال داك العام ما تناخذهمش، فهادشي راه تيأثر. وبالتالي حنا كنا واحد الطاقه كبيره، واحد الانرجي كبيره باش تنحمسوا اللاعبين وباش تنجمعوا الفريق وتنجمعوا المجموعه باش نمشيو نستمروا في تحقيق الالقاب وتحقيق النتائج الايجابيه رغم الظروف الخاصه. هاد الشيء تراكمات هي اللي جابت هاد الشيء، ولكن راه الا كان عندك 29 لاعب راه ممكن يكون واحد اربعه ولا خمسه قيوسين بزاف، وبالتالي ممكن تصدر منهم التصرفات ماشي هذه، ولكن في ظل المجموعه اللي كاينه فحنا كنا تنواكبوا وتنجمعوا وتنحمسوا وغاديين. بكثره الضغط اللي ولا، بكثره الكلام اللي ولا، فبطبيعه الحال من تولات تخرج هضره، من تخرج هضره، من ولات تخرج هضره من الفيستيار، فانا قررت نحبس، لان من تتنعدم الثقه فاهم شيء هو نساليو والرحيل، لان هذوك هي الحاجه اللي خلاتني انني نقرر بصفه نهائيه مغادره الفريق. لان من قبل كنا منخرطين في واحد العمل، كنا تنشتغلوا وفق واحد التصور، واحد الجديه، واحد الانضباط، واحد الانخراط فسميتو، ولكن ملي تتولي تتخرج الهضره ما بقى انت تحدثتي على اللاعبين كجهاز فني، واش كنتوا كتلقاو الاجور ديالكم؟ الامور كانت بخير. انا قال لي عندك شي اجر دسمه سي جمال، لانه مرحبا على الاجر وعلى انه الرجل اجر مع الله ولا الاجر ديال الفلوس؟ اجر مع الله اكيد هذاك هو المهم، ولكن الاجر اللي كتقاد من عند الرجاء شي صالير ربما كبير بزاف. واخا انت راك مدرب كبير، هذا الاجماع لانه تبارك الله من الاطر الوطنيه اللي كتحظى باحترام متتبعي كره القدم. هو سي سفيان انسان ملي تيكذب المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه والمره الخامسه، داك الشيء تولي مبتدا، تولي داك الشيء. حنا انا اشتغلت مع الجامعه، كان عندي الصالير ديالي تقدير الخدمات اللي قدمت قريب من الصالير اللي تناخذ في الراجا، قريب. ملي جيت للراجا يعني اكيد انك تحتفظ بالارقام. ملي جيت للراجا كاين نقاش، فهمتي، كاين دي نيغوسياسيون. ملي داروا لي نيغوسياسيون شكون اللي دارهم؟ دارهم للرئيس، فهمتي، والرئيس هذاك الشيء اللي دار هو اللي مسؤول عليه. وبالتالي انا ملي غنجي لواحد النادي وغيطلب مني انني نحقق ليه اهداف، فإلا كان المدرب قبل مني ما حققش هذوك الاهداف وانا غنحققهم، خصني ناخذ اكثر منه، ما ناخذش قليل. يعني باش نوضحوا جيتي في بلاص باتريس كارتيرون ولا اللي كانوا 10 كانوا 10 قبل مني، كانوا 10 10 المدربين ما داوش بطوله، انا ديت بطوله. يعني انا تنستحق هذاك الراتب الشهري اللي خديته، نستحق اكثر منه، ومازال ان شاء الله نستحق اكثر منه، لان كل واحد تيتخلص على ذاك الشيء اللي تيستحقه. أكيد. وبالتالي بالنسبه لي انا لحد الان بحالي بحال لعبه اكثر من لعبه، لان هاد اللاعبين اللي تنهضروا عليهم الموسم الماضي داروا دي ساكريفيس، كانوا تيجيو لحظات اللي كل شيء تيوقف، واللاعبين الركائز ديال الفريق، وحنا معاهم كنا تنتكلموا مع الرئيس وتنخليو
تنرجعوا حنايا وتيتخلصوا اللاعبين الاخرين وحنا تنصبروا. وهادشي باقي لحد الان، لان حتى اخر انفصال ديالي مع الرجاء فانا قدمت استقالتي، لان قدمت استقاله من قبل وترفضت، وقدمت استقاله من بعد وترفضت، وقدمت استقاله وفيها التعويض ديال البند ديال فصل التعاقد من الجانب ديالي. الجانب ديالك. يعني انا ما تنقلبش باش نربح من الراجل، انا ما تنقلبش باش نربح، انا باقي ما ولكن الرجاء جيت باش نقدم خدمه. نعم. الرجاء عطاتني فرصه فين انني الحمد لله انني مدرب اللي فزت باللقب كلاعب وفزت به كمدرب. هذا شرف ليا وهذا ممكن ينعكس على المسار ديالي من بعد. وتنشكر جميع الناس اللي ساهموا معايا في النجاح ديال هذا المشروع هذا، لان الرجاء الخير ديالها سابق علينا فهمتي، وتنتمناو لهم الخير وغيكون الخير ان شاء الله من هنا لقدام. وهذا هو الدور ديالي كمدرب تينتمي لهذا النادي تيحب هذا النادي في واحد الفتره من الفترات جاء باش قدم واحد الخدمه ثم المشروع يتواصل. اكيد غادي هضرنا في الجانب المادي وتاثيراته، الوضعيه الماديه للنادي، علاقه جمال السلامي باللاعبين ديالو، وغادي نرجعوا لواحد النقطه، نقطه من النقاط ايضا المثيره. انا كنسول مرحبا لاعب بحال انا جبرون. نعم. انا جبرون اللي انتقل لفريق المغرب التطواني، اللي في وقت من الاوقات ما دخلش في الحسابات ديالك الجمهور. نعم. ديال الرجاء. نعم. واش ما دخلش في الحسابات ديالك، ما اقتنعتيش به. نعم. ولا هو مشى بوحدو، حتى انا خاص شويه ديال التوضيح. نعم. شنو وقع بالضبط؟ أنا جبرون لاعب عنده مؤهلات، عنده علما أنه عندك خصائص على مستوى خط الهجوم على مستوى الأجنحة. أنا جبرون لاعب عنده مؤهلات، لو طالون نو في با أن كرون جوار، أن كرون جوار سي لو طالون إي لو كاركتر، داكور. أي مدرب تيبحث على استقرار داخل المجموعة ديالو، أي مدرب عنده تصور اللاعبين اللي ممكن أنه يشاركهم في الفريق. أنا جبرون عطيته فرص، لاعب عنده مؤهلات ولكن عنده نقاط اخرى اللي ما خلاتوش يدخل في التصور ديالي. نقطه، اما المؤهلات فمشهود لي بها. لاعب اخر شاءت الاقدار لانه لاعب اللي كنت واثق فيه في البدايه اللي هو فابريس نكوما، واحد الفتره ما بقيناش شفناه. من بعد ملي مشى جمال السلامي رجع فابريس نكوما، وانت رجعتي في المباراه الاخيره، المباراه الاخيره ديالك قبل ما تمشي. حنا مزيان رجع فابريس نكوما. كيف كان داير العلاقه ديالك مع فابريس نكوما؟ هل كنت مقتنعا بالقيمه المضافه ديال فابريس نكوما؟ علاش ما كنتيش كتعتمد كثير على فابريس نكوما؟ حتى هذه من الحوايج اللي مزيان. انا نبغيك دابا تعيط لي وتسولو على العلاقه ديالي معاه. ما عنديش التليفون ديالو، التليفون ما كاينش في الجمال، ما نعيطو له. وممكن تسولو من بعد. اكيد. ياك هذا البرنامج غيدوز ماشي مباشر. لا ماشي مباشر. ما تقدر تسولو وتدوزو. تفضل. فابريس نكوما انا ملي تنتلاقى مع تلاقيت في السنه الماضيه تلاقيت مع نائب الرئيس ديال الجامعه ديالو، كلمته قلت ليه تتشرفوا بان يكون عندكم جوج ديال السفراء ديال الكره الكونغوليه ممثلين في هاد جوج ديال اللاعبين اللي هما فابريس نكوما وبين مالونغو. فابريس نكوما عندي ليه واحد التقدير كبير وخاص نظرا للجديه ديالو، نظرا للاحترافيه ديالو، نظرا لجميع المعطيات اللي بغيت يتكلم عليهم كرياضي. فابريس نكوما كان تيلعب تيتولار، جا توقف ديال كورونا. نعم. مشى، ملي رجع لا هو لا بين مالونغو، شهادة الجميع ما كانوش في المستوى. بدا الموسم الحالي، بدا الاستعدادات ديالو، لعب مباراة مع المنتخب ديال بلادو، وقع ليه تمزق عضلي في مباراة دولية. ماشي ديال هاد لادات فيفا اللي قبل. قبل بدا. نعم. اللي كانت في جونفي تنظن. نعم. قال لي تمزق، وعندنا رابور ميديكال من عند بروفيسور العرسي من عند دكتور حكيم على ان الاصابه ديالو كانت اصابه خطيره، ممكن انه ما يرجعش يلعب. وبالتالي بقى تيدير لي سوان ديالو، بقى تيدرب بشكل خاص، التحق بالمجموعه في الاسبوع ديال الاسماعيلي، يعني احنا لعبنا 11 يناير. نعم. الاسماعيلي هذاك الاسبوع التحق تدرب مع اول اسبوع تدرب مع المجموعه، ثم مشى للكونغو لان ولده كان غادي يدير عمليه، من بعد من نهار رجع
بدا التدريب مع المجموعه ودائما كاين التخوف عليه على الاصابه ديالو. لعبتو دخلتو في الاخر مع الجيش. نعم. المباراه ديال الجيش دخلتو من بعد ما حيت في هذيك المباراه كاين فيها شي هضره. انا بين مالونغو كان حس بالام في لاديكتور ديالو. نعم. في واحد الاصطدام وخرجته ودخلت نقومه. بدا تيدرب، بدا تيجيب الايقاع ديال التباري، لعب مع المنتخب ديال البلاد، يعني دار مباراه بالنسبه ليا مزيان ملي جا، فانا لعبته. ولكن التقرير اللي عندنا تيقول بانه ممكن يلعب، التقرير الثاني ديال 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 الطاقم الطبي ديالنا قال لك راه ممكن يلعب، ولكن إذا لعب مباريات متابعة في توقيت قصير راه ممكن تعاود ترجع ليه الإصابة، وبالتالي ما يمكنش تلعبوا ماتشات متابعين. يعني دخل في مكانة ياك، ومن بعد جا ما لعبش مع الوداد ولعب مع لعب مع بيراميدز. نعم. الدار البيضاء. ما عندي معاه حتى شي مشكل فابريس نقوما، غير هو التوظيف ديالو، التوظيف ديالو من تكون عبد الاله حفيظي ما يمكنش يلعب متقدم، لان كاين عبد الاله حفيظي. نعم. الا غدير التقييم ديالو هو عبد الاله حفيظي، تلعب عبد الاله حفيظي. خصك لاعب ارتكاز، ما عندوش نزعه هجوميه، هذا الشيء اللي فهمت. لا دابا الا كان عبد الاله حفيظي. نعم. خلف المهاجم فتنرجع فابريس نقوما لوسط الملعب. اكيد. تيولي ان رولير مع عرجون. نعم. ولا مع الوردي ولا مع، ولكن في الظروف اللي كانت فالظروف اللي خلاتني انني ما نعتمدش عليه، لان كان حاله خاصه ديالي دولي كاين. سي جمال السلامي، ربما احطنا بالجوانب التقنيه اللي عندها علاقه بنادي الرجاء الرياضي، وضحتي بزاف ديال الامور، كانت مجموعه من الامور اللي محتاجه للتوضيح. اليوم المدرب او الرجاء يفتح صفحه اخرى، يعني كنعرفوا على انه العلاقه ديال المدرب كاين بدايه ونهايه، كيف ما هي الحياه كلها. اليوم رجاء يطوي صفحة جمال السلامي بما تحقق من مكتسبات النادي الرجاء، الحمد لله، بحلوها ومرها. اليوم يفتح صفحة أخرى مع مدرب آخر اللي هو سي لسعد الشابي، مدرب تونسي جنسية مزدوجة والنمساوية تونسية، هو من يشرف اليوم على تدريب فريق رجاء. شنو هي الأرضية وشنو هي الحاجة اللي ممكن هيئتها المدرب الجديد باش يواصل على نفس المنوال وبنفس الطريقة بخطى متأنية بخطى ثابتة واثقة الخطوات يمشي نحو تحقيق مكتسبات أخرى للنادي رجاء الرياضي لكرة القدم؟ فأول شيء أنا درته هو أن تكلمت مع الطاقم المساعد اللي كان معايا وقلت لهم بأنهم هما حرين في اختيار الأفق ديالهم وما غيكون عندي حتى شي حرج الا شي واحد فيهم بغى يبقى ولا بغاو يبقاو كاملين. وهذه نقطه مهمه، ولا بغاو يمشيو كاملين، لان الرجاء بغات يكون عندها استقرار فلازم انهم يبقاو، هما قرروا يبقاو. تنتمنى لهم التوفيق مع المدرب الجديد، وتنتمنى ان شاء الله كل شيء يمشي في المسار. هادو الطاقم المساعد يعني عاش قبل مني مع الرجاء، هشام وسي احمد العيني، ثم انهم الان كاينين مع المدرب الجديد، فبالتالي قادرين لانهم يمدوا بجميع المعطيات اللي ممكن انها تساعده في المشوار ديالو ان شاء الله مع الرجاء. سي جمال، ربما هذه الورقه اللي قدامي هناك تواصل بين مؤسسه القناه والجمهور المغربي من خلال الحسابات ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص فيسبوك والانستغرام، كاين بعض الاسئله اللي غنوجهها لك. مرحبا. في نهايه هذه الحلقه. مرحبا. وكنعرف على انه عندك بعض العروض من الدوري السعودي والدوري الجزائري، هذه كونفيرمي ولا فيها اللي بغيتي، ولكن وجه لك السؤال ديال السي مصطفى اللي قال واش ممكن نشوفوا السلامي مع فريق مغربي قريبا؟ كنعرفوا على انه الموسم مستحيل بحكم القوانين اللي تغيرت، واش ممكن نشوفوك مع فريق مغربي اخر من غير الرجاء؟ قريبا راه خصو يتسنى حتى لشهر 8 هي قريبا ممكن؟ ودابا هو قال قريبا ولكن نحيدو قريبا، سمح لنا سي مصطفى غنحيدو قريبا، ممكن نشوفوك مع فريق مغربي الموسم؟ كاين اولويات، كاين اولويات، كاين اولويات، يعني كل واحد، انا بالنسبه لي عندي ان بلون دو كارير، كاين اولويات، كاين اولويه الاولى الثانيه الثالثه ومن بعد نشوفوا ان شاء الله.
سي عبد الرحمن دائما في الحساب ديال القناه الرياضيه في الانستغرام قال علاش ما كنتيش كتعطي، هذا سؤال ديالو، علاش ما كنتيش كتعطي فرصه للشباب ديال الفريق؟ الشباب ديال الفريق اول حاجه مزيان، هذا السؤال مزيان، لان تنتكلموا على الهويه ديال النادي، الهويه ديال النادي تيجيبوها اولادو، تيجيبوها اللي ترباو في النادي، تيجيبوها اللي تفرجوا في النجوم ديال النادي، تيجيبوها اللي شافوا اللاعبين اللي حقوا الالقاب وتا هما تيطمحوا انهم يحقوا القاب. نعم. ولكن انا ملي جيت للرجاء اخر لاعب داز من ليسبوار للسنيور هو محمود بن حليب. نعم. وبالتالي الا كان شي واحد لعب دري صغار هو انا، يعني زريده ومذكور وسبول وسكحال والهبطي، ومازال كاين امير الحداوي ان شاء الله، ومازال كاين حسين الرحيمي ان شاء الله، ومازال كاين احمد الخطيبي، مازال كاين اللاعبين اللي جايين اللي تما، يعني خمسه اللاعبين في موسم ونصف فراس استثناء. غنمشيو للفيسبوك، لفيسبوك حق عليك سي جمال، انت انا انت اللي دابا انا معك، اما انا معك. سي وديع قال في الشوط الثاني دائما لما كتكون تقدم بهدف كترجع للدفاع رغم وجود لاعبين عندهم نزعه هجوميه وبامكانهم تقديم اضافه طيله 90 دقيقه، واش كاين تخوف من طرفكم؟ اولا هذه مساله، البارح انا تنتفرج في الشامبيونز ليغ تنشوف ريال مدريد كلهم راجعين اللور ورابحين 3-1 في بلادهم، ياك سي اييه ها إيه. كانوا كلهم في كاري دي زويت ورابحين 3-1 في بلادهم. نعم. ها يعني كاين انت، كاين الخصم، كاين فترات ديال المباراه، كاين نتيجه الانيه ديال المباراه، وكاين النتيجه اللي ممكن ترتب عليها هذيك المباراه، وبالتالي هذو كلهم ظروف تتعيشهم في مباراه. ممكن نعطيك انا مباراه مثلا ديال وجده. نعم. ديال وجده الموسم الماضي دخلنا سجلنا هدف، وجده سيطروا علينا، سيطروا علينا بشكل كبير، سجلوا الهدف حنا نسيطروا عليهم. نعم. سي عبد الحق من شيخه ناض تيقول للاعب ديالو كنا ما ماركيناش البيت، يعني راه كاين شي حوايج اللي ما تدخلش فيهم انت. نعم. تلقائيا، والضغط النفسي اللي تكون على اللاعبين والطموح اللي باغي نحققوا اللاعبين بعض المرات تاثر. اما المدرب طبيعه الحال كاين خطه على حسب الاوقات ديال المباراه. نعم. كاين خطه على حسب النتيجه ديال المباراه، على حسب الخصم، ولكن انا ما عمري ما تنطلب من اللاعبين انهم يرجعوا. سي جمال سلامي، سؤال اخر من السي رضوان، هذا سبق لنا على اننا جاوبنا عليه، وسبب عدم الاعتماد على جبرون ونقوما. سي جمال سبق له انه تطرق وجاوب على هذا السؤال باسهاب، نخليو هذه الورقه جانبا سي جمال سلامي وغنهيو الحديث. سي جمال امام الكاميرا، رسالتك الاخيره لفريق الرجاء بعد ما نهيتي المسار ديالك كمدرب للفريق الاول، كنعرفوا كيف ما قلت لك ما جاوبتينيش، عندك عروض ربما من السعوديه من الجزائر ولا لا؟ انا عندي عروض، ولكن فضلت المناقشه ديال اي عرض حتى المرار رمضان ان شاء الله. شنو العروض؟ العروض شنو اللي عندك دابا؟ كاين عروض، كاين عروض، كاين عروض، كاين منتخبات وكاين انديه ان شاء الله. رسالتك الاخيره لجمهور فريق الرجاء الرياضي لكره القدم والمدرب الجديد لسعد الشابي في اقل من دقيقه. اولا رسالتي ماشي غير الجمهور ولا للرجاء، رسالتي لجميع الانديه المغربيه هو ان الاطار الوطني كاين اطر وطنيه كفاءه ومميزه وعندها الكفاءه باش تشتغل في الانديه الوطنيه. المطلوب من المسؤولين هما الحمايه ديالها وتوفير الظروف للاشتغال. نعم. لان تنظن بان ما كاينش نادي مغربي ما اشتغلش معاه اطار وطني وحقق معاه النتائج. نعم. بالنسبه لفريق الرجاء تنتمنى لهم التوفيق، وتنتمنى لهم حظ موفق، لان هاد اللاعبين اللي كاينين ولا هاد المكتب فانا عشت معاهم فترات رائعه. نعم. واقتسمنا ظروف مميزه واستثنائيه، وتنتمنى لهم التوفيق. تنتمنى التوفيق للمدرب الجديد ديال فريق الرجاء، وبالنسبه ليا فريق الرجاء تبقى من احسن الفرق المغربيه. الظروف اللي اشتغلت فيها ظروف صعبه واستثنائيه، حقنا فيها نتائج، تنشكر جميع من ساهموا معايا، وتنعذر الناس اللي ما فهموش، ونتمنى انهم يراجعوا روسهم
وفريق كبر من الرجاء، كبر من هذا الشيء، الرجاء كبر من كل شيء وكبر من هذاك الشيء اللي وقع. وسلامي جمال كما خلى فرق اخرى في احسن الظروف، نتمنى الفريق الرجاء حتى هو يتابع ان شاء الله في احسن الظروف والاستمراريه لهم ان شاء الله. كنشكرك سي جمال السلامي على قبولك دعوه قناه الرياضيه في هذا الحوار الذي يبت على قناه الرياضيه وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جمال، شكرا لكل من تابعنا، شكرا للطاقم الفني ايضا. نضرب لكم موعدا مع حلقات اخرى من برنامج لقاء خاص.